السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to lay out الماب by using ArcGIS. اليوم راح نتعلم شلون نسوي اخراج الخريطة باستخدام ArcGIS، برنامج ArcGIS. احنا هذا الموضوع سابقا تناولناه بالتفصيل الكامل والممل مثل ما نقول، يعني بمحاضرة فيديوية كاملة، لكن وقلنا احنا بهذا الامر نتبع المواصفات اللي طرحتها شركة ايزري. للتذكير راح انزلها لكم، هاي هي المواصفات اللي طرحتها، انا سابقا تناولتها بالفيديو بشكل تفصيلي كامل، وطرحت لكم الموقع اللي هي خاص بشركة ازري، دي يعطيك البيج لاي اوت شلون انت تخرج الخريطة، سواء اردتها بالشكل الافقي او العمودي، ايش تتضمن لازم الخريطة بالاخراج، تايتل، النث لاين، الجريدج لاين. احنا هسه يهمنا شلون نسوي النث لاين اليوم، المين ماب، الخريطة الرئيسية، الخريطة اللي انت استقطعت منها هاي الخريطة اذا تشتغل عليها، الديتيلز ماب ممكن اذا تحتاج تضيفها حسب نوع الخرائط واستخراجها، لان هو مسوي هذا جنرال بصورة عامة. الليجنز كلش مهم، انا لازم اضيف مفتاح الخريطة. اكو بعض الاحيان يضيفون الانترسكت بيكتشر اللي هي مثلا هاي الخريطة تخص يا بلد، اتجاه الشمال، السكيل او بار سكيل، ايضا تضيف له كل مواصفات التكست وغيرها. فهاي المواصفات الخاصة بإخراج الخريطة. أكو موضوع واحد فقط ما تناولناه، وهو موضوع فهاي المواصفات اللي طرحتها شركة ايزري بصورة عامة، إنه أنت لازم تتبعها من تسوي لاي اوت لأي خريطة تتناولها، سواء كانت تتحدث عن موضوع هيدرولوجي، موضوع طرق، أيا كان الموضوع. ما نحب نتعمق، لأن هذا الموضوع أنا شارحته بالتفصيل بشكل بفيديو كامل، لكن بقى عندنا موضوع مثل ما نقول إحنا نسميه نت لاين، اللي هي الجريد. انا شلون اضيف للخارج جريد بحيث اوضح بيها اتجاه الشمال، هسه نجي نتناولها بهذا التفصيل. هسه اذا نفتح الارك جي اي اس، نحول على الخيار الثاني اللي هو اللاي اوت فيو. باللاي اوت فيو عندي اني المفروض اسوي، يعني قلنا هذا الليجنس، هذا البارك سكيل، هذا النورث، اتجاه الشمال، فانا المفروض اضيف فد مخطط او جريد لاين الى الخارج يوضح الاتجاه الشمال. شلون اضيفه؟ اول شيء تضغط هنا، راح اشرح هذا الموضوع مع المشاكل اذا ممكن واجهتك، يعني هنا مشكلتين بالاحرى. اول شيء تروح على بروبرتيز، من بروبرتيز عندك عدة خيارات، داتا فريم، غيرها، كوردينيت. اول شيء تروح انت عليه تتاكد بالكوردينيت سيستم، لازم انت لازم ضمن الاس، احنا هنا نشتغل ضمن الجيوغرافيك كوردينيت سيستم وورد دبليو جي اس 84. تروح على جريد، تقول له انشاء نيو جريد. بعد ما تضغط هذا الخيار عندك ثلاث خيارات، اللي هو جريد كولز، اي نعم الجريد كولز هو هذا اللي يلائمني، الميجرد كول، الميجرد لا هذا يعني مو شغلنا، ولا الريفرنس جريد اللي هو الجريد كول ديفايدد جريد، هذا اللي نختاره. نقول له نيكست، بعدين دا يقول لك انه عندك ثلاث خيارات، تريد اضيف لك فقط ليبل، هذا الليبل تريد، لا اضيف لك تيك اند ليبل، تريد اضيف لك جريت كولز كامل وليبل، اي نعم هو هذا اللي احنا نريده، او ممكن تختار هذا الخيار از يو لايك، انت حسب شنو اخراجك. نجي هاي الفقره كلش مهمه، الانترفال اللي هي الفترات، ايش قد كاتيجوري وايش قد كمنت وايش قد كسكند. هسه احنا اذا احنا مشينا على 100 تقدر تقلل مثلا، تنتبه اهم شيء مقياس الرسم اللي عندك، اذا مقياس الرسم كبير تمام، وانت هنا منطقه كميه كبيره او كمية صغيرة ما راح يظهر لك، فلازم تكون عندك موازنة بين الفترة اللي انت راح تطرحها وبين مقياس الرسم. هنا تلقى مقياس الرسم اللي انت يرسم لك بيه، تمام عيني. تقول له نيكس، تقدر تعدلهن بالمناسبة، تختار الانترفل تقدر تعدله. هسه نقول له نيكس، تمام. بعد ما نقول له نيكس نقدر انه يقول لك انا اعطيك المايجر والماينر، اي نعم اوكي. هسه هنا نقول له فينش، تمام. هسه هنا فينش راح الخيارات اللي تظهر لك من اقول له هسه ابلاي. اذا انطيته ابلاي وما ظهر للتقسيم منه، هسه راح نقول له اوكي. اذا ما ظهر للتقسيم، انا سويت كل هالخطوات وما ظهر للتقسيمات، الخلل وين؟ الخلل تروح ترجع مره ثانيه تضغط على بروبرتيز، من بروبرتيز تروح على هاي البروبرتيز مال الجريد، تروح على اليمين على الانترفال، اي هاي اهم فق اذا ما ظهر نهائيا، تروح على الانترفال تتاكد تشيك الاكس اكسس والواي اكسس ايش قد تنطي، لازم انت تكون بهذا المقدار تعرف
فمثل ما نلاحظ اهم فقرات ننتبه عليها هي الانترفل. الانترفل هي الفترات، اذا ما ظهر عندك اصلا التقسيم فتروح على فقرة الانترفل تتأكد من عدها، تشوف ايش قد تنطي انت منطي، تغير اذا ممكن كان مقياس الرسم مالتك كبير وما ظهر هنا فروح تلاعب بالسكند، اعطيه رقم خليه 10 خليه كذا، هسه هذا هنا أنا مثلا كل 10 ماشي فظاهر. نجي شغلة ثانية، اد اكو في بعض الاحيان، في بعض الاحيان هسه هنقول له اوكي ما عندي مشكلة، في بعض الاحيان خلينا نغلق هاي التأشيرات هنا تظهر لك محاطة بالرسم الأصلي وليس محاطة بالورقة النهائية. يعني شنو؟ خلينا نرجع هسه احنا، العفو هذا هنا اعطي بروبرتيز خيارات، هنا من البروبرتيز اروح على هنا الداتا فريم، تروح على خيار الداتا فريم منه او تريد من الانسيرت داتا فريم ما تفرق. فمن تروح على الداتا فريم عندك هنا خيار تنتبه اليه، كليب اوبشن، كليب تو شيب، تمام، او تقول له نو كليبنج. اذا تقول له نو كليبنج فهسه اذا اختاريت خيار نو كليبنج فلا بأس، اذا قلت له لا كليبنج تو شيب راح تظهر لك الجريد مالتك. هسه لو انا قلت له كليب اند جريد هذا تشيك، لو قلت له هذا اقول له ابلاي، اوكي راح اشوفكم. لاحظوا وين التقسيمات صارت؟ صارت على الشكل الاصلي وليست على الفريم النهائي اللي خاص بالخريطه. دائما هاي المشكله تظهر لاغلب الباحثين الخاص يعني المختصين، يعني انا ما ادري اقول المختصين بهذا المجال لان هم اكيد ابرع واكفأ من عندي بهذا الموضوع، احنا مو تخصصنا الجي اي اس الدقيق، لكن اللي يستخدمون الجي اي اس يعني هاي المفردة تكون افضل. انه تلاحظ التقسيمات ظهرت لك على الرسم الاصلي الخاص بالخارطه وليس بالفريم، فهاي وين مشكلتها؟ مشكلتها تروح على بروبرتيز داتا فريم، هاي منها داتا فريم، اكو خيار اسمه كليب جريد اند جريد كول، مجرد ما انه تنطيه هذا الخيار اوكي هاي خلاص تقول له ابلاي. هسه اذا تنتبه هنا على الرسم الرئي انتقلت لهنا، ارجع على الجريد بالبروبرتيز اللي خاص بيها، اول شيء اروح على الاكسس تمام، اعطي انسايد مثلا، هاي الانسايد انطيته الانسايد الخاص، فهنا هسه مثل بدل لاحظ نعطي انسايد. هسه نرجع على الخيار الثاني اللي هو انتيريال ليبل، هذا اوكي شاو انتيريال ليبل. هسه نجي على الليبلز، بس مجرد ياخذ وقت بسيط، ليبلز نتاكد من عنده. هاي هنا الخواص الخاصه بالليبلز اللي هنا شو تمثل لك بالمناسبه، تقدر انها تختار مثلا الليفت والرايت اوكي. هنا نجي هذا نعطيه مثلا 9، هذا مثلا 7 نعطيه بولد، نطيل الخط نقول له ابلاي، نرجع على اللاينز شو جريد الشبكه بين اللي اياها بالداخل، تريدها بالداخل مبينه، لو لا ما اريدها بالداخل الخطوط الداخليه ما اريدها تبين فقط على الخارج نقول له دونت شو، تمام هاي دونت شو راح نقول له اوكي، بعدين هنا راح نقول له ابلاي. لاحظ هسه اول شيء اختفت لك الـ من الجوانب كلها يعني من الداخل، شغله ثانيه اختفى الترميز اللي يعطيني الاحداثيات على الشكل، وقلنا شلون اذا ظهر شلون نخفيه من داتا فريم، ناشر الخيار اللي هو الكليب بالجريت جولز. على شغله ثالثه انه هذا هسه يبقى لنا فقط السايز، ارجع مره ثانيه على البروبرتيز، خيار البروبرتيز ارجع هنا على الجريد نفسها البروبرتيز اللي خاصة بيها، اروح على خيار الليبل او على ايه نعم على خيار الليبل، مجرد ياخذ وقت هسه عن ما ينفتح. اول شيء دا يقول لك هنا انه ديجري منت سكند اوكي، يعني تسميات شو تريدها بثلاثية، واصلا دا الفورمات اللي خاصة بيها. اذا زيدنا هسه السايز وقلنا له ابلاي تمام، هنا بينما الليبل فورس تخليه مثلا 8، الاديشنال هاي هنا اقول له اوكي، اقول له ابلاي،
لاحظ كبرت هنا أنا. اقدر ازيد؟ اي نعم اقدر ازيد. اقدر اخليه من اتجاهين فقط مو من اربع اتجاهات؟ اي نعم. كله بتحكم بيه من البروبرتيز، تروح على البروبرتيز الخاصة بي، ومن البروبرتيز تروح على خيار اللي هو هسه نلاحظ هنا اللي هو على خيار ليبل. كله تتحكم بيه عن طريق الليبل. لاحظ هنا يقول لك الليبل اكسس، شو تريده بكم خيار؟ نجي هنا على الفيرتيكال ليبل ايضا كم خيار تقدر تحدده. هسه هنا مثلا احنا قلنا راح نختار مثلا رايت وليفت، هسه احنا نطبق له على التعيين. هسه لو احنا قلنا ليفت ورايت من هنا وهناك قلنا ليفت ورايت، هذا الخيار هالشكل ده مثلا 16، خلي نزيده نعطيه مثلا 20. هسه نقول له ابلاي، بعد ذلك نقول له اوكي، هنا نعطيه ابلاي. هسه نجي ظهر الرسم بهاي الصيغة، أني ليفت رايت. أقدر أزيد عليهن أخليه من اتجاهين، مو ليفت رايت أخليه مثلاً، لأن هسه أنا إذا خليته هنا أخذ لي نورث، أريد ياخذ الاتجاه الثاني، فشو أسوي؟ أقول له أروح على البروبرتيز على نفسه الجريد على البروبرتيز الخاصة بيها، وأروح على الليبل، على الليبل، من الليبل أختار الخيار الثاني، ما أخليه ليفت رايت، أخلي مثلاً توب. هذا هنا اخليه مثلا الخيار يكون توب ورايت او توب وليفت. هسه احنا نجرب يا اللي هسه مثلا اذا اختارنا توب ورايت او توب وليفت لا بأس يعني تمام. فهسه نختار هاي الخيارين الاثنين، هنا أنا ايضا نختار توب وايضا ليفت. فهسه نقول له هنا أنا اوكي، هاي هنا ابلاي، نرجع نقول له اوكي. لاحظ هنا أنا. هسه نقدر احنا هنا نعدلهن مجرد تعديل بسيط. راح نروح على البروبرتيز، كل اي تعديل تحتاجه تروح على البروبرتيز وتعدل هذه الخيارات. يقول لك هنا ايش قد يمشي احنا عندك بالاتجاه الشمال كنورث، وايش قد هنا تمشي انت بالاتجاه الثاني اللي هو الايست. اهم فقرتين قلنا اخطاء تواجهك عند رسم الفريم الداتا فريم اللي هو الاطار الخارجي الخاص بالبيج لاي اوت او اللي احنا نسميها الماب لاي اوت هو الخطأين. اما ما تظهر اصلا هذه الخطوط وذلك نتيجة انه قياس الرسم يكون اكبر، فشلون تعدله؟ تروح على خيار اسمه البروبرتيز انترفل، تروح على خيار البروبرتيز، البروبرتيز الخاصة هنا ونعدل على خيار او فقرة الانترفل. هاي اول خطأ ممكن نعالجه، وهو مو خطأ وانما مشكلة تظهر بروبلم، فنعدله انه نختار الانترفل نعدلها. نعدل ممكن السكند اذا كان المقياس الرسم كلش كبير، نروح على انترفل ونعدل منه، نصغر هذا ما نخليه صفر، نضيف الرقم راح يظهر لنا التقسيمات. واذا لا ظهرت لنا التقسيمات وممكن مو على الاطار الخارجي وانما على الرسم الداخلي، قلنا نروح على هذا الخيار اللي هو الداتا فريم، هذا التشيك اللي اذا كان مؤشر تلغي التاشيره مالته، هذا التشيك اذا كان مؤشر تلغي التاشيره مالته تمام. نجي على شغله ثانيه، وهذا هنا على جريد البروبرتيز تتحكم انت من وين تريد تظهرهن، تظهر يمين يسار، يسار يمين، غيرها ايا كانت يعني يعني التوضيحات الخاصه بها. فتقدر من هنا تحدد تقول انه انا مثلا كذا اختاريت ليفت رايت غيرها anything يعني. هسه لاحظ هنا انت هنا مختار التوب تمام ومختار الليفت يعني ايا كان، هسه خلي الليفت احنا نلغيه تمام. فهسه نقول له اوكي ابلاي اوكي. لاحظ هنا هسه عندك ثلاث خيارات ظهرت لحد الان، تقدر تعدلهن تسوي تعديل. كل تعديل تحتاجه انت شلون اظهارهن غيره بهاي الامور تروح على البروبرتيز وتعدله. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله مفيده لكم، وهو تخص الاطار الخارجي الخاص بالداتا فريم. اي سؤال او استفسار تحتاجونه مجرد راسلونا على ان شاء الله على الصفحه او على يعني بالتعليقات الكومنت الخاص ونجاوبكم عليه. نلتقيكم بمحاضرات اخرى ان شاء الله، دمتم بامان الله وحفظه.